نشكروا الجيش الشعبي الوطني على المساندة تاعو المساندة تاع الجيش للمناصرين لولاية بسكرة والجنوب بصفة عامة إن شاء الله. فخورون أيضا بجيشنا الشعبي الوطني أفرادا وقيادة اللي سخرها كل هذه الإمكانيات وكل القادة تاع الجيش اللي راهم واقفين معنا باه ينقلوا. مراها مش سهلة هذه العملية باه ينقل جسر جوي فيه 20 طائرة تقريبا 30 تقريبا 10,000 وتهز 10,000 تنقلها وترجعها راها مش سهلة. ولهذا افتخروا بالجزائر وزيدوا افتخروا بولاد الجزائر. السلام عليكم. بارك الله. والمتمثلة في تخصيص 9 طائرات عسكرية والحمد لله ولاية تمن راشد كان لها نصيب. وإن شاء الله أننا رايحين للمقابلة النهائية اللي راح تجمع المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب السنغالي وإن شاء الله تكون مربوحة. ومرة أخرى قيادة الجيش الوطني الشعبي تؤكد على أواصر التلاحم والترابط ما بين الشعب والجيش. 1 2 3 فيفا الجيش.